صباح الخير والسعادة، يا رب تكونوا بخير وصحة جيدة. النهاردة أنا مجمعة لكم كام وصفة عشان ما أقعدش أعمل في فيديوهات كتيرة. بفكر إن أنا مثلا حاجات للشعر أعملها لكم كلها، يعني مش كلها طبعا لأن الشعر كتير، بس يعني التقصف وعلشان نعالجه أو تطويل الشعر، علاج التقصف، خففان الشعر، إزاي أخلي الشعر غزير. قلت اجمعها لكم يعني بحيث ان انتوا ايه يعني تتفرجوا على فيديو باستمتاع. في كذا وصفة لعلاج مشاكل الشعر. كذلك بفكر ان ايه اي حاجة اعملها، مثلا لو هنتكلم عن المعدة ومشاكلها، عن اي جهاز في الجسم ومشاكله، هنتكلم عن مشاكله وطريقة علاجتها، بحيث ان هو فيديو واحد يبقى ايه لامن بكل شيء. يا رب تعجبكم، يا ريت لو اول مرة تتفرج علينا يا ريت تشترك معانا في القناة، يا ريت لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك والكومنت والشير عشان الكل يستفيد. هنتكلم النهاردة عن نبتة الخلود كما سماها قدماء المصريون، اللي هي ايه الصبار. الصبار سموها قدماء المصريون نبتة الخلود لأنها فعلا فيها كل حاجة، فيها فيتامينات مختلفة، فيها ليها فوائد عديدة جدا جدا جدا. هنعمل النهاردة منها كذا وصفة للشعر. طيب احنا بصفة عامة عايزين نقول ايه هي فوائد الصبار. بيغذي فروة الشعر، بيعالج الالتهابات اللي في فروة الشعر، بيخلي الخلايا التالفة اللي في الشعر بتخف وتشفى، بيقوي بصيلات الشعر، بيخلي نمو الشعر سريع جدا. لو استخدمنا الصبار هنحس ان في تطور في نمو الشعر. بيحفز بصيلات الشعر على النمو ويغذيها. بيعالج فروة الشعر من الالتهابات الفطرية والفيروسية، وبيمنع تساقط الشعر علشان عنده بيحتوي على مضادات للالتهاب، وبيهدأ فروة الرأس. الناس اللي هي بتشتكي ان فروة الرأس فيه عندها حساسية بتكرشها كده، قلنا كمان ان هو بيحفز على نمو الشعر وبيمنع تساقطه. واللي هيستخدم الصبار هيخلي شعره كثيف وخالي من التقصف. ليه فوائد عديدة جدا جدا جدا. النهاردة هنتكلم على أول وصفة للصبار بتمنع تقصف الشعر، اللي هو شائع عند الناس كلها، مفيش حد ما عندوش تقصف الشعر. الوصفة ديت مكوناتها بتتباع غالية جدا جدا جدا، غالية جدا جدا جدا. يعني أنا حاولت إن أنا أجمع منها المكونات الطبيعية لحد ما اكتملت الوصفة تماما. طيب الوصفة عبارة عن صبار. انا جبت الصبار وبعدين ايه قطعته من النص، طلعت الزلال اللي فيه، حطيته في برطمان في التلاجة. بس كده استخدمه بقى في اي حاجة بأي طريقة. اهو ماشي كده، بهرسه كده كويس. او ممكن نضربه في الخلاط كمان، مفيش اي مشكلة. بس هو يعني ايه على طول كده حلو قوي، او بالميكسر اللي هو باليد دي على طول، اللي عايز كده او كده عادي. تمام، هوريكم ازاي هنعملها. حاجة هتخلي الشعر مفيش حاجة اسمها مش هتشتكي من تقصف تاني خالص في الشعر، هتلغي تماما على تقصفات الشعر. ماشي. وبعدين ده زيت جوز الهند الأصلي اهو، تريتكم الصورة واضحة. عوض علشان الناس بس اللي بتسألني على المكونات. كوكونات اويل هحط منه معلقة تقريبا. تمام كده، هو نزل اكتر من معلقه، مفيش مشكله خالص. عسل، انا المعلقه عندي اتوسخت شويه مطرح الحاجه، فانا مش هستخدمها في العسل عشان ما ابوظهوش. حط برضو فيما يعادل معلقه عسل واحده. تمام كده، واقلب الوصفه. يبقى دلوقتي احنا حطينا ايه، حطينا صبار فيما يعادل 4 معالق صبار،
عليهم معلقتين زيت جوز هند، عليهم معلقة عسل. أقلب، أضرب بالمكسر أي حاجة. هيبقى الخليط متجانس أهو، هو أصلا بدأ يتجانس معايا. استنوا معايا دقايق بس والوصفة تبقى تمام كده. هعملها ازاي؟ هجيب الطاقية اللي أنا بستخدمها بعد الاستحمام، هتكون جنبي الطاقية اللي هي البلاستيك عادية خالص، أو لو مش موجودة خلاص مفيش أي مشكلة. بحطه على الشعر لمدة نص ساعة، بحطه على فروة الراس، أحاول أخليه يلمس فروة الراس. أهو بصوا يا جماعة هو بقى عامل ازاي، بقى هلالي. هفضل أقلب فيه لحد ما هيبقى كله نفس الشكل ده اهوت. ادلك بيه فروة الراس، ادلكها تماما كده بصوابعي، ادخل فيه فروة الراس والشعر كله لحد اخر حاجة. بعد ما الشعر كله يبقى كله في الهلامية ديت، اقوم لفاه تحت اسيبه لمدة يعني نص ساعة كده، وبعدين ادخل اخد دش عادي والبلسم وكل حاجة. وياريت ياريت يعني لو امكن ان انا استخدم زيت الجوز الهند بعد ما اطلع من الحمام، والشعر زي ما هيتعمل اي حاجه ويتغطى شويه، هيطلع الشعر رائع 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 رائع، متغذي والشعرايه لونها حيوي ومتغذيه وسليمه. اهو بص هو كل ما بيقعد بيندمج مع بعضه اكتر. اهو بصوا يا جماعه، وهتطلع الشعرايه سليمه. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رايكم. دي هتكون اول وصفه لينا هنتكلم فيها عن التفاصيل. طيب تاني وصفه هتكون عبارة عن خلطة الصبار وصفار البيض وزيت الزيتون، ماشي؟ اهو دي اول وصفة قلناها لتقصف الشعر. الوصفة التانية هنجيب برضو صبار اهي اهيت، تمام. انا حاولت اطلع منه يعني كنت معاني، حط شويه ميه مش هيجرى حاجه، هو منه اصلا ما حطيته في الثلاجه، انزل الميه بتاعته دي تمام كده. وصفار البيض انا بحب ايه، انا قلت افصلها قبل الفيديو بعدين قلت لا افصلها قدامكم احسن اهي كده. صفار البيض تمام كده، وزيت الزيتون وزيت الزيتون اهو هحط منه فيما يعادل معلقتين، معلقه اتنين. الصبار يا جماعه يعني الناس كانت بتستخدمه بشكل كبير جدا لان هو ليه فوائد بجد عظيمه. اهو كده تمام، هنفضل كده نقلب. ديت الوصفه ديت بترطب الشعر وبتغذيه، وكمان صفار البيض فيه دهون عاليه جدا، اما بنضيفها مباشره للشعر بترطبه، وزيت الزيتون بيعمل له كفر، ويعني كانك بتعملي قناع مغذي للشعر. الوصفه دي مع الوصفه دي هتبقى حاجه رائعه جدا جدا. يا ريت كل حاجه من دي في اسبوع، دي اسبوع ودي اسبوع ودي اسبوع. تمام كده نفضل نقلب. دي زي ما احنا شفنا تغذي الشعر، تقلل التقصف، تحفز النمو. دي اهم ميزه فيها انها هتحفز النمو. وبنفس الطريقه هنحطها على الشعر مرة في الأسبوع، ونسيبها لمدة نص ساعة على الشعر ونغسلها. قلنا ده أسبوع ودي أسبوع، هنعملهم بالتوالي. أنا هستخدم مثلا دي النهاردة، ممكن أحط دي في التلاجة لمدة أسبوع. أنتوا شايفيني أهي، ثانية واحدة اهيت اللي هي الوصفه الاولانيه، ممكن احطها في الثلاجه لمده
اسبوع مش هتخسر ولا اي حاجه. والصبار مثلا لو انتوا جبتوا الصبار وخليتوه في البيت ونضفتوه، ده عباره عن عرق كبير صبار واحده بس مش اكتر، نضفتها تماما وحطيتها في برطمان صغير عندي وغطيته وحطيته في الثلاجه. اي وصفه تعمليها هتلاقي الصبار عندك تعملي بيه على طول. في وصفات تانية للصبار كتيرة جدا 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 لتغذية الشعر، في وصفات للصبار لإزالة الحالات السوداء حوالين العين. كل الوصفات ديت احنا هنعملها. طيب في وصفة كمان للصبار، وصفة مفيدة جدا ومغذية. انا عايزة اعمل لكم وصفة تانية، بس انا الحقيقة مش عايزة اطول عليكم ومش عايزة الخبطكم، خايفة الوصفات كلها تدخل في بعض. برضو وصفة بالصبار هعملها في فيديو تاني. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، يا رب يكون تعبي وتفكيري في الشيء اللي يرضيكم يكون بجد بيرضيكم. يا ريت لو اي كومنت تسيبوهولي وانا هشوفه وهقراه واقول لكم اي تفسير. ده زيت الزيتون انا لاقياه ان انا حاطاه من الناحيه الثانيه، ده بتاع الوصفه الثانيه كان ليمون، كنت هعمل بيه وصفه ثانيه بس مش عايزه اطول عليكم عشان ما تعبكوش. اي حاجه عايزين تسالوا فيها سيبولي كومنت، بسال ناس متخصصين وارد عليكم لو مش في مجال تخصصي. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.